السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة جميل المهدي المراكشي. صحراء أكفي من بين أهم أماكن سياحية غير معروفة نواحي مراكش. المسافة بين مراكش وأكفي هي 30 كيلومتر وتوجد في طريق مطار مراكش المنارة. تتميز منتجعات أكفي بتواجدها في وسط الكثبان الصخرية وهو الخيام المزينة على الذوق الأمازيغي. وتضم هذه المنتجعات مسابح مفتوحة ذات إطلالة على الكثبان الرملية، مما يمنح المسابح إطلالات بانورامية مفتوحة ومناسبة للاستمتاع بغروب الشمس وشروقها. ولقد سيطرت مسابح أكفي نواحي مراكش على قائمة أفضل المسابح الصحراوية في العالم. فحسب الموقع الفرنسي أدماكازين الذي نشر قائمة لتسعة أحواض السباحة، أربعة منها توجد في منتجعات منطقة أكفي في صحراء مراكش المغرب، واثنان في كل من عمان والولايات المتحدة. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والمتابعة تشجيعا لنا على نشر المزيد. فرجة ممتعة.